قال أنا شروح الآن من المدينة يعني. انتظرته لساعة 12 ما جاش. قلت له طب ليش تأخرت يا محمد؟ لا قلت ليش أتأخر؟ قلت له مدري ليش تأخر. بعدين فجأة اتصل قال ألو. قلت له ألو. قال ها أنا اختطفوني الحوسة، أنا مسكوني الحوسة. قلت له أين؟ وزعوا له التلفون، شلوا التلفون على 19/8/2015 لحد الآن بحثنا بكل مكان. كان مات قدر إيش أقول مات قدر يدار إنه مات، لكن الأنني هل هو ميت ولا حي؟ أخفنه تماما. بحثت وبحثت وبحثت واتصلت لكبار وصغار علي ألقي أثر ما فيش. يكفي أن هذا الشخص مختطف، أعتقد أن كذلك إخفاؤه هذا من الجرم المركب الذي تتعامل به جماعة الحوثي مع المختطفين، التعامل اللا إنساني الذي يعانيه. نحن نعلم أن المختطفين الآن متواجدين في سجون جماعة الحوثي يفتقدون للرعاية الصحية، يفتقدون أحياناً إلى عدم التواصل مع أسرهم، هذا حق من حقوقهم.